فرحه حلوه، بس هي يمكن الفرحه دايما بتيجي في اخر لقطه، لكن وراها الحقيقه مشوار صعب جدا، تعب ومجهود والتزام. واهم من ده طبعا شخصيه البطل. لما بنقول كلمه مصنع الابطال دي مش مبالغه، انا مش هكلم حضراتكم او اسالكم واقول لكم انتم متخيلين حجم دولاب البطولات بتاع النادي الاهلي، في كام كاس وفي كام درع وفي كام جايزه، فما بال حضراتكم بعدد الابطال اللي اتخرجوا من النادي الاهلي، ومنهم الحقيقه البنات اللي فرحونا امبارح الحقيقه واحرزوا بطوله كاس مصر في موسم ناجح جدا الحمد لله، دوري وكاس. مباراه كانت صعبه، مباراه كانت مثيره ماراثونيه زي ما انت عايز تقول، وقفنا فيها على اعصابنا لغايه اخر لحظه، لكن الحقيقه فرحونا بالتتويج امبارح. النهارده هيشرفنا اثنين من بطلات النادي الاهلي في كره الطايره، ساره امين، اهلا بيك يا ساره والف مبروك. اهلا وسهلا بيكي، مشرفانا رغم انك انت كنت مستحوذه على مشاهد الاحتفال امبارح في النادي. اهلا وسهلا بيكي والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومريم متولي طبعا برضو من بطلات النادي الاهلي، تشرفنا النهارده في السادسه، اهلا بيكي يا مريم. اهلا بحضرتك. يعني امبارح كان ماراثون صعب جدا، مباراه يمكن خدعتونا في الاول وحسينا ان المباراه سهله والكاس قريب جدا، لكن شوط ثالث ورابع يمكن مش عارف، طبعا هندردش شويتين على ماتش امبارح، بس كمان مهم جدا نحتفل معاكم النهارده. احنا بنتكلم على موسم ناجح اعتقد، دوري وكاس، وده انجاز يحسب ليك بالتاكيد. ابتدي مع ساره الاول. ساره، انت بقالك قد ايه مع تيم نادي الاهلي؟ دي ثالث سنه. ثالث سنه مع النادي الاهلي. كنت في الشمس واتنقلت للنادي الاهلي موسم 2018. تمام. وبس يعني فدي ثالث سنه. ثلاث مواسم حققتي فيهم كام بطوله؟ حققت بطولة الدوري والكاس وافريقيا، دوري وكاس ودوري وكاس، يعني ثلاثة دوري وكاس وبطولة افريقيا، يعني سبع بطولات في ثلاث مواسم. مبسوطة؟ اكيد طبعا. اكيد. مريم بقالي كام سنة مع الاهلي؟ انا بلعب، يعني انا اصلا من ناشئين الاهلي. أوكي. بلعب من 2005 في النادي. من 2005 ده انت حياتي اكيد بطولات كتير قوي. بس في الفيرست تيم بقالي سبع سنين. سبع سنين، ودي البطولة كام مع فيرست تيم؟ معايا سبع دوري وسبع كاس واثنين بطولة عربية واربعة افريقيا. ما شاء الله ما شاء الله. نتكلم شوية تقريبا عن البطولة دي تحديدا، بطولة الكاس اللي انتوا فزتوا بيها امبارح. بطولة كانت انتوا طبعا يعني شخصية البطل موجودة، وكل ماتش بتبتدوه او بكل بطولة بتبتدوها بتبقوا عارفين انه انتوا فريق مرشح اول، وانتوا عارفين ان البطولة دي احتمال كبير تبقى من نصيبكم، بس كل مشوار بيبقى مختلف. نتكلم على اهم المحطات يا سارة معاكي في بطولة امبارح، بطولة الكاس اللي تم تتويج بيها امبارح. بطولة الكاس عامة احنا بنحضر لها بطريقة مختلفة شوية. الماتشات في الكاس بتبقى اللي هو لو احنا خسرنا اي ماتش بنطلع على طول بره البطوله خالص، فبندي لكل ماتش حجمه اهتمام شويه. اهتمام زياده عن اي ماتش، يعني حتى في الدوري مش بنبقى كده، بيبقى الماتشات بقى ممكن نعوض مثلا لو احنا مثلا اليوم مش بتاعنا النهارده مش عارفه ايه كده، بس بعد كده بنعوض. لكن في الكاس ما ينفعش خلاص، احنا لو يومنا مش النهارده خلاص احنا طلعنا بره بطوله كامله يعني. بس بنحضر بقى الماتش جامد قوي، بندرس الفرقه اللي قدامنا كويس جدا. ماتش الصيد بالذات كنا داخلين له جامد ومدين له، هو الصيد اتاهل للنهائي على حساب الزمالك واحنا اتاهلنا على حساب سبورتنج، صح؟ بالظبط. ده معناه انه الصيد برده، لان تهيألي نادي الزمالك في الفولي برده فرقه كويسين، كويسه يعني. برده فرقه الصيد فرقه كويسه، فيها عناصر يعني تقريبا كلهم في المنتخب. فيهم مريم مصطفى ليبرو كانت عندنا في الاهلي السنه اللي فاتت، وهدير كانت في الاهلي برده. بس يعني فرقه كويسه فيها ناس كويسه، يعني صغيرين سنهم صغير بس هم عندهم خبرات عاليه يعني. مريم، اصعب محطات البطوله في مشوارها كانت ايه من وجهه نظرك؟ كانت طبعا ماتش سيمي فاينل، كان من خمس ايام في سبورتنج هناك. كان يعني كانت اجواء الماتش نفسها مش سهله، النور قطع مرتين وكل مره يقطع نص ساعه مثلا، وقعدنا كتير. وسبورتنج يعني فرقه برضو محترمه على ارضها، كمان بتبقى احسن من بره. كان يعني ماتش قوي برضو الحمد لله قدرنا نعديه، وكان كل بقى الصعوبات في ماتش امبارح يعني. بتفرحوا زي اول مره كسبتوا فيها بطوله؟ يعني البطل لما انت عارفه لما نادي مثلا بيكسب بطوله كل فين وفين، او بيكسب بيحقق بطوله مره واحده، بتبقى الزهوه والفرحه كبيره جدا، لكن الناس اللي اتعودت انها كل سيزون بترفع كاس وبترفع درع
وبتاخد تتويج، بتبقى نفس الفرحه ولا بتبقى عادي؟ هو الاهلي متعود طبعا ان هو يرفع متعود على طول ان هو يرفع بطولات وكاسات كتيره وكده، بس هي فرحه امبارح كانت مختلفه شويه، كان الماتش. طب قبل ما تقول لنا مختلفه ازاي، هنروح لفاصل ونرجع نتكلم على طبيعه الاختلاف. غالبا يعني يعني طبعا متفقين انه اللعبه الشعبيه الاولى في مصر هي كره القدم، وغالبا يعني اغلب الجماهير بتبقى حافظه اسماء لعيبه الكوره، لكن من النادر قوي ان او ممكن طبعا فرق الرجال ممكن يبقى في لعبه زي الباسكت زي الهاندبول زي الفولي بول مثلا يبقوا عارفين اسماء لعيبه، لكن نادرا لما تلاقيهم ان هم عارفين كمان اسماء بطولات. الحقيقه مدرسه الفولي في النادي الاهلي خرجت لينا اسماء كتيره جدا، وما زلنا لغايه النهارده يمكن بطلوا بقالهم كتير، لكن بنفضل حافظين اساميهم لغايه النهارده، زي طبعا تهاني توسن، زي منى عبد الكريم وغيرهم وغيرهم، عشان بس ما ننساش حد. مره ثانيه طبعا برحب بساره امين وماري متولي بطلات مصر اللي توجوا امبارح ببطوله الكاس، اهلا وسهلا بيكم، الف الف مبروك مره ثانيه. الله يبارك في حضرتك. هتكلم عن ماتش امبارح شويه قبل ما نخش في المشوار. ماتش امبارح كان يبدو في يعني في الشوط الاول والثاني انه خلاص البطوله قريبه مننا والدنيا سهله، وبعد كده الدنيا كهربت شويه الثالث والرابع، وحتى الشوط الخامس الفاصل يعني كنا ماشيين تاتا تات زي ما بيقولوا كده، لغايه ما قدرنا نحسم 19 17 صح النتيجه. ليه حصل ده في السيناريو ده من وجهه نظركم يعني؟ هو يعني فرقه السيد فرقه محترمه جدا طبعا، كلها كمان لعيبه صغيره وعندهم يعني باشن قوي ان هم يكسبوا الاهلي، ودي حاجه طبعا يعني حق مشروع لاي فرقه طبعًا يعني بتلعبنا. احنا كنا هم طلعوا الزمالك، فيعني لو كسبوا البطوله على حساب زمالك واهلي يبقوا هم بيقولوا احنا نمره واحد في مصر، ويعني هم ما كسبوش البطوله دي قبل كده، فطبيعي ان هم يعني وبيحاولوا لاخر نفس. فاحنا كنا ماشيين الماتش كان كويس قوي اول جيمين، جينا الجيم الثالث ممكن نبقى مش عايزه اقول استهترنا، بس لا ممكن استهترته. يعني حسيت انه خلاص الماتش بالظبط، بس عشان هم زي ما انا قلت بقى في الاول ان هم يعني لعيبه مصممه ومصرين ان هم يكسبوا، ففاقوا قوي ويعني حولوا الماتش، فاحنا يعني كنا اوريدي فقدنا تركيزنا شويه وطلعنا بره الجيم شويه، فيعني ما عرفناش نرجع ده بسهوله. يعني هو الماتش كله يعني في حته، وانا بيتهيالي بالنسبه لكم انتوا كمان الشوط الخامس ده كان في حته تانية خالص. طبعا خالص. يعني انتوا بعد ما كنتوا كسبانين 2 وتعادلتوا 2-2 طبيعي جدا ان يبقى في بانيك، طبيعي جدا تحسوا ان اللقب ممكن يروح منكم او البطوله ممكن تروح منكم، وخصوصا ان الشوط الخامس كمان كان ماشي يعني مش مريح. حسيتوا ولميتوا نفسكم ازاي؟ يعني ايه اللي انتوا كل واحد كان بيقوله لنفسه ابتدي بساره، وايه اللي انتوا كنتوا بتقولوه لبعض وكابتن حمدي كان بيقوله لكم في خمس شوط؟ احنا كنا في الملعب نفسه لحد اخر نقط، اخر ثلاث نقط كده خلاص بقى احنا بنبص لبعض بقى الواحد مش قادرين بقى، اعصابنا مفيش حاجه قادرين يعني نعملها خلاص، الموضوع كان ستريس اوفر. بس بعد كده بقى ابتدينا ان احنا لا نشجع بعض ونفوق بعض، الروح في الملعب كانت عاليه قوي. كنا بنطلع تايم اوت، كابتن حمدي كان بيدينا يعني تعليمات كده نعمل ايه وكده، بس لحد ما قدرنا الحمد لله ان احنا بس لحد اخر وقت احنا لا احنا كنا الموضوع كان صعب. احساسك ايه يا مريم وانت بتبتدي الشوط الخامس؟ طبعا مش مصدقه ان احنا وصلنا نفسنا في الماتش للمرحله دي. بس كان ايه اللي اقرب ليكي، انك حاسه ان احنا هنفوز في الاخر، ولا انه احنا لسه نازلين ومش عارفين ايه السيناريو ممكن يمشي ازاي؟ لا يعني طبعا الماتش كان في الملعب اول مره فعلا توصل بينا ان الماتش يبقى في الملعب كده مع فرقه من مصر، يعني احنا في العادي بنحس الاحساس ده مع افريقيا مع الدول العربيه، انما اول مره يوصل بينا كده، فطبيعي ان احنا قلقنا اكتر من العادي اللي هو ايه ده معقوله هنخسر بطوله الكاس، يعني عمرنا ما خسرناها. فلا قلقنا، بس الحمد لله كابتن حمدي عمل شويه تغييرات، والتغييرات دي ساعدت قوي ان اللعيبه تريح وتنزل تاني، لان احنا كنا خلاص تعبنا قوي وكان بقالنا فتره محملين قوي، واخر ماتش في السيزون مش قادرين خلاص يعني نقف، فده ريح يعني اللعيبه كلها، فالحمد لله يعني قدرنا. ايه اللي قاله لكم كابتن حمدي الصافي؟ طبعا مبروك كابتن حمدي، طبعا مشوار واحد من الاسماء اللي اتحفرت بدأ من ذهب الحقيقه في النادي الاهلي، سجل حافل من البطولات يعني
حدث ولا حرج، اسم حمدي الصافي النهارده بقى براند محترمه جدا الحقيقه في مشوار الانجازات والتتويجات، صح؟ دي حقيقة. قال لكم ايه بقى في الشوط الخامس؟ هو كابتن حمدي في العادي بيكون هادي خالص هادي. خالص جدا يعني مش بيقول اي حاجه خالص، غير يعني لو هيقول حاجه فنيه كده على السريع، ولو مش هيقول فيعني مش موتر الاعصاب. لا خالص, خالص. ولا مثلا زعيق في الملعب فاللي هو اعملي كذا، لا عادي الدنيا يعني سهله خالص يعني. عموما مين اللي بيدعم الفريق؟ يعني ايه نوع الدعم اللي انتوا بتحسوا انه النادي او 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 ناس في موقع مسؤوليه في النادي بيوفروه لفريق الفولي في النادي الاهلي؟ هي منظومه كامله يعني، كله بيساعد كله يعني من الناحيه الطبيه مثلا. لا الدكاتره هم اللي بيوصلوا للناس في الاداره نفسها، احنا ملناش ان احنا نتكلم مع الاداره على طول دايركت يعني، لا احنا بنتكلم مع الدكاتره لو عايزين حاجه، بنتكلم مع الاداريين لو عايزين حاجات مثلا جوابات للشغل، جوابات لحاجات شخصيه. انا عايز اقول لكم معلومه انا شخصيا عرفتها يمكن وهم موجودين معايا في الاستوديو، انه ساره ومريم الاثنين بيشتغلوا، وده الحقيقه انجاز فوق الانجاز يعني. المراه المصريه العامله انها كمان تكون عندها قدره انها تواظب على تدريبات، ومش بس مش موضوع انها تلعب رياضه، لا دي 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 بطله، دي بتلعب على بطوله، تلتزم في تدريبات، واكيد في معسكرات، واكيد في سفر بره وجوه، فده شيء الحقيقه. تعملوا ده ازاي؟ ايوه الناس اللي عندنا في الشغل بيتفرجوا بقى. بالظبط فعلا. يبقى شيء صعب انك بس احنا على طول الحياه بقت صعبه جدا، والايقاع انت عارفه بقى اسرع من السرعه. يعني الواحد بيبقى عايز في ال 24 ساعه يعمل كل 48 ساعه عشان يقدر يعمل الالتزامات بتاعته. انك انت تعملي ده وتبقي بتشتغلي، بتبقي في نفس الوقت مش بس لاعبه فولي بول، ده انت بطله، كل بطوله بتدخليها هدفك التتويج بيها، شيء سهل بالنسبه لك يا ساره؟ احنا عامه متعودين من واحنا صغيرين قوي ان احنا نعمل حاجتين في حياتنا مع بعض يعني، الاول مدرسه وتمرين، جامعه وتمرين، شغل بقى وتمرين يعني، خلاص فتعودنا ان احنا حياتنا يومنا كله يبقى مشغول بان احنا عندنا مسؤوليتين في نفس الوقت، فخلاص بقى لايف ستايل يعني، خلاص بقى متعودين على الحاجات دي بقى بنعملها عادي. ومريم هو طبعا يعني بيكون صعب ان احنا نمانج يعني ما بين الحاجتين، بالذات ان ما ينفعش تعمل اقل من 100% في الحاجتين يعني، ولا في الشغل ولا في التمرين. أيوة. فبيبقى صعب طبعا، وبيجي علينا احنا بقى كشخصيا وحياتنا الشخصيه كتير قوي، بس مع ان احنا نظبط ده مثلا مع كابتن حمدي شويه، مع الناس في الشغل عندنا شويه، فالدنيا بتمشي يعني. لو كابتن حمدي معلش اتاخر غير ميعاد التمرين عشان عندي شغل كده، او العكس طبعا في الشغل، فده اللي بيخلي ان احنا نعرف يعني نعمل ده. انتوا اللي اخترتوا الطايره الفولي ولا هي اللي اختارتكم؟ ماما كانت بتلعب فولي ف بوراسه يعني. ومريم بابايا اصلا لعيب في الزمالك يعني، كان لعيب في الزمالك زمان. عندكم يعني كنت بقول انه في الفتره الاخيره كتير من الرياضات المصريه في ابطال وصلوها للعالميه، عندكم حلم وطموح ان يبقى في احتراف زي ما مثلا نشوف في كره القدم الناس بتلعب عشان نفسها في يوم من الايام تلعب في نادي كبير او تحترف في اوروبا كده؟ الموضوع ده ينطبق على برضو الفولي الانسات او السيدات، ولا الموضوع ده مش طموح كبير بالنسبه لكم؟ انت مستنيه معايا انت عشان تشوفيها تقول ايه وبعدين. عشان هي موضوع اصلا يعني في دماغها قوي يعني اكتر مني يعني، عادي انا اكيد حلم اي واحده ان هي تلعب بره بقى، واللي هو تبقى موضوع كبير قوي كده، بس يعني مش في دماغي قوي، ما اعرفش. ميتو بقى هي اللي ممكن ميتو ولا ميتو. هو انا يعني طول عمري نفسي احترف بصراحه. احنا عندنا بدايه بس قبل ما تكملي، عندنا اي بنات احترفوا في رياضه الفولي؟ عندنا يعني ليتلي بقى في اصلا ان في بقى بنات تطلع تلعب بره وكده، بيدرسوا ويلعبوا في نفس الوقت في الجامعات يعني سكولرشيب وكده، منح دراسيه بتسمح لهم ان هم ياخدوا منحه ويلعبوا في جامعه او باسم الجامعه اللي هم بيدرسوا فيها. في ندى معوض ونوره معوض وسهيله معانا في الفرقه، وايا النادين في فرقه ثانيه، وكان في قبل كده سلمى شحتوت ونور ياسين برضو عندنا في الفرقه. دول يعني الموضوع دلوقتي انتشر يعني، خلاص الناس دلوقتي بقت بتفكر على طول ثانويه عامه يلا نسافر بقى. اوكي يعني بتمشي بس احسن. بس ده مش احتراف بالشكل المتعارف عليه يعني، ده يعتبر اكتر منه منحه دراسيه، مش بتروح تلعب في نادي. اقصد اقول بالاحتراف انه
تلعبي في نادي، يعني بنشوف مثلا في الهاندبول عندنا مروه مثلا محترفه في فرنسا مثلا، ده احتراف بشكل طبيعي، الشكل ده مش موجود عندنا في الفولي لسه. يعني هم لما يتخرجوا مفروض بقى يجي له، يعني ان شاء الله يجي لهم عروض بقى من هناك على طول بقى من بره بره يعني. طيب في الولاد بقى يعني الرجال بقى عبد عبد السلام واحمد أيوة طبعًا. صلاح طبعا احمد صلاح طبعا مشرفنا. طب خلينا نقول الو كده نسمع الصوت، هنشوف هتعرفوا الصوت اللي معانا على الهواء ولا لا. مساء الخير والف مبروك طبعا. لا هم عارفوا الصوت على طول. الو 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 مساء الفل. ازيك يا استاذ احمد عامل ايه؟ كابتن حمدي منور الدنيا، ربنا يخليك. انا اشكر بطوله كاس مصر اللي خلتني اسمع صوتك، ده كان يعني حلم بعيد، انا من عشاقك ومن محبيك الحقيقه من زمان جدا كابتن حمدي. ربنا يخليك، انت انسان محترم ومذيع محترم، وربنا يوفقك دايما في برامجك. الله يخليك، الف الف مبروك. ربنا يخليك. تتويج جديد بيضاف لمشوار حمدي الصافي في مباراه كنت لسه بتكلم مع مريم وساره، لعبت بينا كوره شويه يعني، بدايتها كنا حاسين البطوله قريبه، الماتش صعب علينا، لكن الحمد لله في النهايه قدرت بطلات النادي الاهلي يحسموا البطوله لصالحنا. في البدايه طبعا برحب بحضرتك ومعاك اتنين لعيبه مريم متولي وساره امين، الحقيقه من احسن اللعيبه في مصر وافريقيا، كل واحده في مركزها. مريم متولي وحش مركز ثلاثة في افريقيا، وساره امين احسن استقبال في افريقيا ومركز اربعه، الحقيقه اثنين مميزين جدا لعبا وخلقا، ومن اكثر الناس يعني اللي بحبهم جدا وبحب لعبهم يعني الحقيقه. خلينا نقول طايره الاهلي سيدات كابتن حمدي سيطره كامله. الحمد لله والله كله بفضل ربنا واجتهاد اللعيبه اللي موجوده قدام حضرتك وزمايلهم، بيتعبوا جدا وبيضحوا كتير الحقيقه عشان يقدروا متفوقين ودايما في الصداره ويحققوا بطولات للنادي الاهلي كتير، يعني كلهم تقريبا بيضحوا بوقتهم واشغالهم ومجهود كبير بيبذلوه طول السنه، بيطلعوا من الشغل على التمارين على يعني تقريبا ما بيريحوش خالص طول السنه، احنا بقالنا سنه تقريبا شغالين بدون راحه يعني حقيقه. انا بيتهيألي ده ممكن يكون زي ما هو حاجه تحسب طبعا لفريق طايره الاهلي، لكن كمان بالنسبه لمدير فني بتبقى مشكله شويه، مشكله عشان يلاقي الحافز اللي يخلي اللعيبه طول النهار عندها الرغبه في انها تفوز وانها تكسب وانها تحقق بطولات، ومشكله كمان عشان انك انت من ناحيه المستوى الفني يعني على المستوى المحلي طبعا بكلم في حته تانية، فعشان تقدر ترفع من مستواك وتطور من فرقتك برضو الى حد ما بيبقى محتاج شغل اكتر او محتاج تعب اكتر. اكيد طبعا، هي حته ان انت دايما مطالب بالمكسب، دي خاصه جمهور النادي الاهلي طبعا ما بيرضاش غير بالمركز الاول، فده بيحملنا كبيره كلاعيبه وجهاز فني قدام الجماهير ديت وقدام مجلس الاداره بتاعتنا اللي بيدعمنا دايما ومنتظر مننا دايما الانتصارات والمراكز الاولى والبطولات، فدايما بيبقى حمل علينا ان احنا ما نكسلش ودايما بنفكرهم بالمسؤوليه اللي علينا وثقة الجمهور والنادي فينا، فدايما هم الحقيقه بيسمعوا وقت طبعا احنا بنقدمين بيجي وقت بيتعبوا شويه احنا بنحفزهم شويه فالامور بتمشي الحمد لله، هم طبعا على قدر كبير من الخبره الكبيره، معظمهم عندهم خبرات كبيره ولعبوا بطولات كبيره افريقيا وعلى مستوى المنتخبات، فعندهم خبره كبيره بيقدروا امتى يركزوا وامتى في وقت معين ممكن نريح شويه، امتى ممكن نضغط على نفسنا ونركز، فدي مريحانا برضو كجهاز الحمد لله. طيب انا كان في سؤال كنت اساله لساره ومريم، بس خليني برضو حضرتك موجود معانا اساله لك. يعني احنا على مستوى الانديه، وحضرتك بتتكلم طبعا عن نادي بحجم النادي الاهلي، لكن لازم احط معاه كمان بين قوسين نادي زي نادي الصيد اللي شفته الحقيقه فرقته امبارح فرقه محترمه جدا وعندها لاعبات على مستوى رائع بالتاكيد، مش هقدر انسى الزمالك وسبورتنج اللي وصلوا المربع الذهبي، ورغم ان احنا على مستوى الانديه وخصوصا الاهلي كمان على المستوى مش بس المحلي، المستوى اللي يمكن القاري والعربي كمان بيقدم عروض محترمه وبيحقق نتائج كويسه، لكن المنتخب مش بنفس القوه، يهمني اسمع راي كابتن حمدي الصافي ايه هي اهم الاسباب. بص، واحنا على مستوى الانديه الحقيقه الدوري بتاعنا بقى قوي جدا، عندنا اربع انديه او خمس انديه قويه جدا وكلهم لاعبات يقدروا يمثلوا مصر في المنتخبات وفي البطولات الدوليه. الحقيقه احنا كنادي اهلي، انا اتكلم على نادي اهلي، ان احنا بنوفر كل حاجه للعيبه، معسكرات، تدريبات، تركيز دايما في الماتشات وفي الامكانيات وفي كل حاجه نفسيه وبدنيه،
اعتقد ده يعني لو توفر لهم في المنتخب هيكسبوا بطولات افريقيا بسهوله، خاصه هم نفس اللعيبه بيكسبوهم في الانديه، بس بيجوا في المنتخبات بيبقى الاعداد مش اللي هو مش ولا بد، تجميعات بتبقى فترات قليله، اللعيبه ما بتبقاش كامله، بيبقى في مشاكل ما بتتحلش للعيبه، فكل ده بيأثر طبعا، الفريق بيروح طبعا ما بيلاقيش الدعم النفسي والفني اللي بيلاقيه في الانديه بتاعته، فبالتالي ما بيحققش نفس المستوى ونفس النتائج اللي بيحققها في الانديه. ساره وماريا بتحبوا تقولوا حاجه لكابتن حمدي؟ او تطلبوا منه طلب على الهواء؟ مش هيقدر يرفض على فكره. لا هتقول حاجه ميتو، كان احساسك ايه يا كابتن حمدي امبارح بس كده قول لنا. بص والله العظيم انا يعني عايز اقول لكم يعني اولا انا يعني حته الخساره والمكسب دي بتاعت ربنا، بس انا يعني كان لحد اخر لحظه عندي ثقه فيكم ان انتم هترجعوا الكامباك بتاعكم، ان عندي ثقه في خبرتكم وعندي ثقه في تمرينكم وفي امكانياتكم، يعني ما تهزتش اللحظه ان احنا هنخسر، حتى وهم متقدمين علينا في اخر الشوط الخامس كنت عارف ان احنا عندنا من الخبرات وان احنا اتمرنا وتعبنا، فربنا هيجازينا، وده اللي حصل في الاخر، يعني الثقه بتاعتي فيكم ما تهزتش لحظه والله. حتى ما انا ضيعت اتفضلي لا اتفضلي مالك اتفضلي حتى ما ضيعت السيرف 12 قول. والله بصي يعني لا انا ما تلاقيني حتى انا ما انا في الوقت ده عاده لما بضيع السيرف بكلمك، المره الوحيده اللي ما كلمتكيش فيها يعني ما عملتش اي رد فعل معاكي، مفيش حاجه تتقال يعني مفيش حاجه تتقال، حاجه تتحدد. نورت الدنيا يا كابتن حمدي، بشكرك شكرا جزيلا وسعداء دايما ان احنا نسمع صوتك في بيتك ومكانك طبعا قناه النادي الاهلي. طيب خليني اتكلم شويه على المنتخب، يعني كنت بسال كابتن حمدي ليه عندنا يعني المنافسات المحليه بنشوف فيها لاعبات على مستوى كويس، هو قال ما بيبقاش فيه نفس الاهتمام، برضو انتوا اكيد بيشغلكم ده، يعني ليه منتخب مصر للفولي مش بنفس قوه او مش بنفس المستوى اللي بنشوفه على مستوى الانديه؟ ميتو تجاوب الاول ساره ولا تحب تجاوب انت الاول؟ هو احنا طول عمرنا متربيين في المنتخب بنفس الجامعه صح؟ كنت نفس الكليه ونفس الجامعه. احنا يعني طول عمرنا في المنتخب متعودين ان يعني في نظام، و يعني المنتخب ده اهم حاجه في الدنيا وما ينفعش يعني طول عمرنا لحد مثلا تصفيات ريو دي جانيرو 2016 بعد ما 16 خمس سنين فاتت بالظبط خلاص كده، يعني احنا خلاص بقى ما حدش بقى بيكلمنا، يعني لو بنروح كده اداء مشرف اسم مصر موجود، انما غير كده يعني فيش. اخر وقت كان 2016 ده كان مع كابتن ابراهيم فخر الدين معسكر، وسافرنا معسكرات بره ورحنا وخسرنا بس فرق نقطتين ما تأهلناش للأولمبيكس، ودي كان طبعا يعني اول مره اصلا ان احنا نقرب كده من ان احنا التأهل للأولمبيكس وخسرنا. ومن بعدها بدل ما ان هم يهتموا بينا اكتر عشان احنا كنا خلاص يعني كسبنا منتخب كينيا بعد 13 سنه من ايام كابتن توتو ما كناش كسبنا، ووصلنا مع الكاميرون 3-2 وخسرنا فرق نقطتين بس، كان المفروض يهتموا بينا اكتر عشان مثلا تصفيات زي طوكيو او عامه امم افريقيا كاس عالم او اي حاجه، ده ما حصلش خالص، بالعكس حصل تراجع يعني جامد قوي في الاهتمام بقى وكل حاجه. ليه من وجهه نظرك يا ساره؟ ممكن يعني احنا هل مثلا ممكن نقول قله امكانيات ولا نقول مثلا في لا هو في امكانيات عادي يعني لا في امكانيات، بس ممكن يكونوا بيهتموا ببطولات معينة، يعني تصفيات أولمبياد يعني دي بطولة مهمة قوي، ممكن يكون عشان كده، ممكن ما أعرفش يعني. طب لا بس احنا يعني كان عندنا طوكيو ما حدش اهتم بينا. تقولي كان عندنا طوكيو ما حدش اهتم بينا، احنا ما رحناش أصلا التصفيات المؤهلة أصلا لطوكيو. طب خليني هكمل نقطة أكلم معاك وفي نفس النقطة دي، بس كابتن نهلة سامح معانا على التليفون. كابتن نهلة الو مساء الفل. مساء النور. الف مبروك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. قولي لي احساسك ايه ببطوله الكاس اللي اتحققت امبارح يا فندم؟ معلش انا اسف. احساسك ايه ببطوله الكاس اللي انت حققتيها امبارح؟ طبعا سعيده جدا، بالذات ان الماتش كان صعب جدا وخلص يعني 5 جيم، كان بقى لنا فتره ما لعبناش محليه 5 جيم، فطبعا كان يعني كان من البطولات اللي الواحد مبسوط بيها يعني. في الخامس
في الخامس بيتهيألي كابتن الفريق بيبقى له دور مهم جدا. يعني في الشوط الخامس زي اللي احنا شفناه في ماتش امبارح الاهلي والصيد، دور الكابتن بتاع الفريق بيبقى مهم جدا. طبعا الواحد يطمن ان الفرقه اللي معايا ان شاء الله، يعني الماتش طبعا بقى صعب و2-2 في تعادل، ودي بطوله لوحدها يعني، حتى ما كانش زي الدوري ان احنا كنا حاسمين الدوري قبل الماتش النهائي، كنا حاسمينه بكذا ماتش، فكنا بنلعب مستريحين شويه نفسيا. لكن طبعا كان الموضوع صعب شويه ان احنا وصلنا 2-2 والجيم الخامس 15 نقطه، ده بيكون فيه توفيق كبير جدا يعني، مش بيكون يعني بيكون صعب شويه. فطبعا كان مهم جدا ان احنا نطمن بعض في الملعب يعني. المسابقات عموما، المسابقات المحليه عندنا نهله، خليني برضو اسمع راي، انت كام سنه بتلعبي فوليا نهله؟ انا بلعب من وانا عندي 8 سنين يعني، مثلا بقالي 22 سنه. انا معلوماتي اللي جات لي على الهوا بتقول انك عندك 47 بطوله ما شاء الله. ايوه صح فعلا. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يزيد طبعا اكتر مع نادي الاهلي. يعني احنا يمكن في اسماء انديه ما عندهاش في تاريخها كله نص عدد البطولات دي، بس ده طبعا رقم وانجاز كبير بالتاكيد وراه مجهود عظيم. بس خليني اسالك، شايفه ان المسابقات، يعني لو اتكلمنا مثلا السيزون ده، شايفه ان المسابقات المحليه اتطورت في الفتره الاخيره؟ يعني نقدر نقول النهارده ان احنا عندنا مسابقات محترفين، ولا هي اقرب لسه لغايه دلوقتي لشكل مسابقات الهواه؟ هو احنا يعني يمكن ماتش امبارح ده خلى شويه في امل شويه ان الدنيا تتحسن، يعني ان بقت في فرق ابتدت تنافس اكتر، ان فريق الصيد عنده لعيبه كتير صغيرين ظهر، ان في انديه كتير ابتدت تشتري محترفين تدعم المحترفين. زي مثلا فريق نادي سبورتنج معاه محترفه من كوبا، وحتى الزمالك كان السيزون اللي فات كان معاه 2 محترفين مش محترفه واحده، واحنا نفس الكلام. يمكن احنا دايما النادي الاهلي بيكون معاه محترفين طبعا بسبب البطولات الافريقيه والكلام ده، فاعتقد يعني في المستقبل الموضوع بيتحسن يعني في البطولات المحليه. والدليل يعني امبارح ان كان لاخر لحظه ما كانش حد عارف مين هيكسب. طب قولي لي، الحمد لله دايما مش قلت ان احنا كنا بنبقى حاسمين البطولات بسهوله، بس كان بيبقى كفتنا ارجح يعني في كل البطولات الحمد لله. طيب بس امبارح لاخر لحظه كانت الناس مش عارفه مين هيكسب، فده صحيح. مؤشر كويس يعني. طب اكيد انتوا بينكم وبين بعض بتتكلموا حتى بره الملعب وبعيدا عن البطولات، شايفه ايه نوع الدعم اللي ممكن الدوله، اللي ممكن اتحاد الفولي، اللي ممكن اي حد مسؤول يعمله او يقدمه عشان كره الطايره للسيدات في مصر مستواها يبقى احسن من كده؟ هو الاهتمام شويه يعني، احنا في المنتخب يمكن حتى لما بنتجمع، او هو عامه كرياضه سيدات في مصر الموضوع بيكون صعب شويه، مش مهتمين زي الرجال او طبعا كره القدم يعني، في تفرقه يعني. انت بتحسي بنتكلم عن صالات رجال مفيش الاهتمام بيه للسيدات زي الرجال على الاقل يعني، حتى مثلا احنا كمنتخبات يمكن قبل البطولات مش بنتجمع بالوقت الكافي ان احنا نقدر يعني نتاهل كويس للبطولات اللي احنا داخلينها، مع ان احنا بنكون قريبين جدا للبطولات اللي احنا بندخلها وبننافس فيها، ونستحق ان احنا نتاهل لطوكيو ونتاهل لبطولات عالم. لكن يعني للاسف يعني بيكون في يعني مش بنكون مؤهلين كويس ولا مستعدين كويس. انا مش قادر يمكن الحاجات دي يعني محتاجينها طبعا، محتاجين احتكاك خارجي كتير، معسكرات خارجيه. مش قادر افهم ايه المنطق ورا التمييز اللي ممكن يكون من النوع ده، ما دام عندي بطلات ايا كان جنسهم او ابطال رجال كانوا سيدات، بس ما دام شايف فيهم القدره ان هم يرفعوا اسم بلدهم يحققوا بطوله بره، الموضوع هنا ملوش علاقه بالجنس على الاطلاق. يعني مش هتفرق معايا، هم ممكن يبقى عندي منتخب رجال لكن ما عندوش قدره ان هو يجيب بطوله دوليه، او ما عندوش قدره ان هو يرفع اسم البلد، في حين انه ممكن يبقى عندي، انا مش بقول ان ده حاصل، بس بقول انا بتكلم على المنطق اللي ممكن يميز بين فرقتين لمجرد ان دول ده فريق رجال وده فريق سيدات. ايوه لا صح بالظبط، هي دي المشكله اللي دايما بنتكلم فيها، ان دايما عشان جماهيريا بيكون اكتر الرجال عن السيدات والكلام ده، يعني ده الكلام اللي احنا بنسمعه. يمكن يكون احنا مش مقتنعين بيه يعني، انا عن نفسي بكون مش مقتنع بيه شويه. ايوه عشان في الاخر ده بيقدر يفوز ببطوله وده بيفوز ببطوله، وفي الاخر بنرفع اسم مصر والكلام ده. بس فاتمنى يعني ان شاء الله، بس برضه يعني برضه عشان للحق الدنيا دلوقتي احسن من قبل كده. ايوه هي مريم يعني شكلها معترضة على الكلام اللي انت بتقوليه. لا احنا ما وصلناش للدرجة اللي احنا المطلوبة ان احنا نقدر بيها نتحسن وننافس على مستوى عالمي، وننافس حتى في البطولات الافريقية نقدر نفوز بيها يعني ونسيطر عليها. كابتن نهلة، مريم معترضة على الكلام اللي حضرتك بتقوليه.
يا ميسو ده كلام شاورت لساره دلوقتي وقالت لها هيك عملت لها كده لا لا خالص لا والله مهالينا ما تقولش حاجه غلط خالص عمرها ما تقول حاجه غلط بشكرك كابتن نهله مبسوط ان انا بسمع صوتك وببارك لك مره ثانيه لو تحبي تقولي حاجه لساره ومريم على الهواء اتفضلي طبعا انا ببارك لهم وبشكرهم على مجهودهم امبارح الاثنين قدوا مباراه عاليه جدا وبشكرهم ورب دايما مع بعض في انتصار بس مريم ضيعت سيرف في وقت ما كانش ينفع فيها كابتن نهله ضيع فيه السيرف ده كانت هتضيع البطوله كلها نورتينا واسعدتينا بسماع صوتك بشكرك شكرا جزيلا شكرا يا هليلو كابتن ايه كابتن يعني ككابتن نهله ايه نهله كابتن شديد كابتن حقيقي كابتن جدع يعني في اصل في انواع كباتن كده بتفرق اكيد انتوا عدى عليكم كذا كابتن بيبقى في حاجات تايبس او يعني انماط مختلفه بالظبط هي نهله قريبه مننا كلنا يعني في كل وقت احنا بنبقى محتاجين حاجه عايزين نحكي حاجه في حاجه في الفرقه كده هي قريبه من بتسمع. كل واحد بتسمع وبتحل وعندها بره التمرين وكده انتوا قريبين من بعض يعني بره الفولي بره الرياضه عموما يعني التيم بتاع الاهلي قريب من بعضه ولا مش قوي عشان لا كلنا أسباب تانية. لا كلنا قريبين من بعض وبنحب بعض عندنا يعني المعسكرات دي كمان بتخلينا قريبين قوي من بعض على طول قاعدين يعني على طول بقى في اوض بعض على طول يعني قريبين قوي يعني اوكي وانت رايك ايه انا رايي كده برضو احنا الكبار دايما بيحتضنونا كصغيرين ولما احنا كبرنا دلوقتي بقينا من الكبار معانا مثلا 6 صغيرين 2004 مثلا وكده يعني برضو دخلوا وسطينا وكلنا بقينا فرقه واحده وبنحب بعض جدا يعني الحمد لله المجتمع مش موجود في فرق كتير مش موجود طبعا بيبقى فيه في اوقات كتير جدا منافسه جوه الفرقه وده بيأثر بشكل بس مش ثقافه الاهلي يعني الاهلي غير شويه الاهلي في الحته دي الحقيقه بيبقى مع ان احنا عندنا احسن لعيبه في مصر في كل المراكز بس الحمد لله ما عندناش الله. كده الله يبيتو الله يبيتو حلوه جدا عندنا حلوه جدا عندنا ناتاليا اسمها صح من البرازيل صح دي لعيبه محترفه متاقلمه مع الفرقه ولا متاقلمه خلاص بتغني بقى معانا والدنيا جميله يعني مهرجانات مهرجانات كل حاجه لسه امبارح كانت بتقول الو الو قولي لي البنت بقى وممارسه الرياضه يعني يمكن زمان شويه لا زمان كتير كانت فكرة انه البنت تلعب رياضة في المجتمع مش يعني ولو هتلعبها تبقى على سبيل انها بتلعب رياضة فيبقى فيه انضباط يبقى فيه لياقة بدنية لكن فكرة انها تخش بقى بطولات وتكمل وتبقى بتشتغل وبتتجوز وبتلعب ما كانت شوية يعني مقبولة الموضوع ده اتغير دلوقتي ولا لسه برضو فيه شوية ناس بتفكر كده بتكلم على المجتمع مش بتكلم عليكم انتوا بتكلم على المجتمع بشكل عام هو اكيد اتغير الموضوع ده تقريبا ما عداش علينا اساسا بس لا يعني هو دلوقتي انا شايفه ان احنا اللي فيه ده دلوقتي احنا لا ليه احنا ما نعملش كده ونمر بكل اللي المفروض يحصل يعني ليه ما يبقى فيه اصلا تفرقه يعني بين الرجاله يعني كده في حر الرياضه ده اصلا لا لينا حق عايز ان احنا نعمل كده يعني الدنيا جميله متفقه مع ساره لا مش متفق خلقنا لنعترض انا احب خلقنا لنعترض طيب ماشي خلاص عشان احنا لحد دلوقتي لسه مجتمع ذكوري وفكره ان البنت تبقى بتلعب رياضه ايوه بقى ومش عارفه ايه كل نفسك فيه بقى يعني امبارح واحد كاتب لي كومنت بيقول لي مش مكسوفه على نفسك وانت محجبه ولابسه شورت في عز ما الناس كلها بتبارك لي او مثلا الناس يعني افقه ضيق جدا يعني بس يعني قصدي ان ستيل لسه في ناس بتفكر كده هي الفكر كده بس يعني احنا اهالينا مش كده بس حوالينا ناس كده هو اساسا يعني ثقافه انك تحكمي على الناس بالمظهر دي ثقافه لابد انها يعني تتمحي من تنفق تحط فيها قنبله ذريه وكده كم من الناس بيبانوا ان هم يعني مثلا من اللبس ملتزمين لكن لما تيجي تتعاملي معاهم اخلاقيا وكم من الناس بيبان لبس ان هم متحررين وتلاقيهم في منتهى الالتزام والاحترام الموضوع ملوش علاقه على فكره جزئيه حكمنا على الناس من المظهر دي سبب في انه المصريين بيقعوا في مطبات كتيره جدا يعني عنيفه الحقيقه طيب خليني اخد جزء بما انك انت قلتي الناس اللي كاتبه تعليقات احنا الحقيقه يمكن ابتدينا الحلقه النهارده وقلنا اللي يحب يوجه كلمه لابطال مصر في الكاس يقول لهم ايه فتعالوا نشوف كده الناس كتبت لكم ايه على صفحاتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام
طيب البدايه مع ابراهيم جوهر، كل الدعم لمن يرتدي تيشرت نادي الاهلي في اي لعبه، شرفتونا بالاداء الرائع، بالتوفيق دايما لفتيات الذهب من انجاز لاخر، مليون مليون مبروك للنادي الاهلي. بوسي فهمي، فظيعه مريم ورهيبه ساره، يعني اسمك غالي عليا، رافعين راسنا في كل حاجه، بسم الله ما شاء الله. شرفتونا كالعادة بطلات الأهلي، كل التحية والتقدير، دينورة الحكم. وأحمد حمدي كاتب بطلات، ومش ممكن تكونوا غير كده، ربنا ينصركم على طول وتفرحونا. كنتوا مفتقدين طبعا الجماهير في المدرجات، صح؟ بتفرق أكيد لما يكون موجود معاكم في الملعب في المدرج جمهور، غير لما بتلعبوا الملعب فاضي، صح؟ طبعا الموضوع بيبقى مختلف تماما بقى. يعني تشجيع يحمس. طبعا انتوا طبعا ماتشات لما بتبقى مثلا بطوله افريقيه او بطوله عربيه، مثلا لعبتوا ماتشات قبل كده بطوله افريقيه وبطوله عربيه، اكيد الصاله بتبقى مقفولة. مليانه كامل عدد، صح؟ مين عندنا؟ عندنا حسين محمد بيقول بنات الذهب اللي رافعين راسنا زي نسر نادينا، انك تكون اهلاوي هي نعمه، شرفتونا ودايما يا رب من نجاح لنجاح. حسام صبور، يسعدنا جدا تفوقكم الساحق، ونسعد ببناتنا الجميلات المنتصرين، وإن كنا تخوفنا شوية أن نون الصيد، يا ترى في تدعيم جديد قادم للفريق، تحية للكابتن حمدي الصافي. في أخبار عن صفقات، تدعيمات، حاجات ولا لسه؟ لا احنا يعني ما نعرفش لسه، ما تعرفوش. شكلك عارفة يا مريم. لا والله خالص. احنا مش عارفين والله. منورين قناة الأهلي، ده محمد عاطف، منورين قناة الأهلي، يا ملكات الطايرة، مبروك ليكم يا فخر الأهلاوية، ويا رب تفضلوا مفرحينا كده على طول. دي صورة طبعا من صور الاحتفال امبارح. مصطفى السيد، ألف مليون مبروك فتيات الذهب على بطولة كاس مصر، وإن شاء الله دايما أبطال، مبروك لكابتن وبنت الأهلي مريم متولي والكابتن سارة. ده جزء بسيط على فكرة، بس احنا عشان الوقت مش هنقدر يعني نعرض كل، لكن الحقيقة كم كبير جدا من جمهور النادي الأهلي، ولو دخلتوا على صفحة الأهلي تي في على الفيسبوك وتويتر وإنستجرام هتلاقوا يعني عدد مهول من التعليقات. أتمنى أنكم تتابعوهم وتعرفوا الناس قد ايه بتحبكم ومتابعاكم. مبروك مره ثانيه. الله يبارك. سعيد جدا انكم كنتوا معايا النهارده. انا كمان والله. وان شاء الله باذن الله نتقابل دايما، يبقى دايما في انجازات كتير وجديد، وتحققوا بطولات اللي نفسكم فيها ان شاء الله. ميرسي ساره امين، مريم متولي، شكرا جزيلا، والف الف مبروك. وتبعتوا طبعا، احنا هنحتفل معاكم احتفال كبير جدا بكره طبعا على شاشه الاهلي مع زميلي وصديقي العزيز كابتن هيثم السعيد. مبروك لبطلات النادي الاهلي، ومبروك للنادي الاهلي وجماهيره، تحقيق انجاز جديد وكاس جديد يضاف لدولاب بطولات النادي الاهلي. بكره ان شاء الله هيكون معانا حلقه مهمه جدا عن العالمي، وهنركز فيها طبعا على بدايه اليورو، بطوله اعتقد هتكون فيها عدد كبير جدا من النجوم، كل اخبارها ومشاركاتها هتكون معانا بكره في السادسه في يوم العالمي. تحيه لكل جماهير النادي الاهلي، وقابلكم بكره ان شاء الله.